محاولة انقلابية في السودان كادت أن تضيف أعباء جديدة على بلد يعيش فترة انتقالية عصيبة، لكن الجيش السوداني أعلن إحباطها وملاحقة المتورطين فيها واعتقالهم. تمت السيطرة فجر اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 على محاولة انقلابية فاشلة. الجيش السوداني قال في بيان بثه التلفزيون الرسمي إن من بين المعتقلين بتهمة التخطيط للانقلاب رئيس أركان الجيش والفريق أول هاشم عبد المطلب أحمد وعددا من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني. بيان الجيش أضاف أنه تم أيضا اعتقال قيادات من حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس السابق عمر البشير وأعضاء من الحركة الإسلامية، ويجري التحقيق معهم لمحاكمتهم. ومن أبرز المتهمين اللواء عبد الباقي بكراوي الذي قالت مصادر مطلعة أنه قاد مجموعة الانقلاب للسيطرة على سلاح المدرعات قبل أن يتم اعتقاله. حدث انقلاب مدبر من جهات داخل وخارج القوات المسلحة وهو امتداد. من جانبه أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال اجتماع للحكومة أن محاولة الانقلاب التي شهدها السودان كانت مدبرة بالتنسيق بين عدة جهات من داخل الجيش وخارجه، مشيرا أن حكومته ستتخذ الإجراءات الفورية اللازمة لتحصين العملية الانتقالية التي يمر بها السودان على حد قوله. حمدوك شدد على أن نظام الرئيس السابق ما زال يشكل خطرا على الثورة والتغيير والمرحلة الانتقالية، داعيا الشعب السوداني إلى الالتفات حول السلطات الانتقالية في البلاد، مؤكدا بالوقت نفسه أن محاولة الانقلاب جاءت بعد محاولات تحريض مستمرة ضد الحكومة من أجل بث الفوضى لخلق حالة من عدم الاستقرار في شرق البلاد خاصة. وفي وقت سابق من فجر الثلاثاء أعلن المجلس السيادي السوداني إحباط ما أسماه تمردا عسكريا نفذه ضباط بالجيش السوداني وإلقاء القبض على الضالعين في المحاولة الانقلابية وبدء التحقيق معهم.